يعمل حاجز يا جدعان. طبعا عزبه نجم سيدي غازي الخدميه دقميره العاشر من رمضان. واسف واعتذار لو نسينا اي بلد محترمه. كل كفر الشيخ تما. ابو ايه منيسي بالميم ولا بالنون؟ ماشي. عيش يا ابو ادهم. لا احلى ابو جنى اخواتي يا ابو شرف ليا. يسمع فرعون المزيكا بالدقهلية والوطن العربي. غواص في بحر النغم نجم الفيسبوك الأول القش هو اللي هيقش. أزلط لعبولنا في البتشات علشان يظهروا التلاتات، لكن احنا اللي الناس بتحبه محدش يعرف يهده. نو كومنت لا تعليق. عينيا يابا عينيا ابو انديل عينيا حاضر. التلاتات كتروا في المجال زي العدس في الشوال. شغل الغربال يابا. حاول بعض البشر قلاب انا اللي بقول يا ابو ادم انا عجبي على بعض البشر قلاب. صنفي خسيس متعب مع عيوب للقرش هم عبيد والشرف ما بينهم غاب. الله يرحمك يا شرف ألف رحمة ونور عليك. أنا اللي بقول يا كفر الشيخ أنا عجبي على بعض البشر قلاب. صنفي خسيس متعب للقرش هم عبيد والشرف ما بينهم غاب. اللي ملوش خير في أهله عمره ما يبقى ليه خير فيك ويبقى خايم بطبعه ويوم ما يزعل منك يفكر ازاي يأذيك. الصحاب اخواتي طبعا المجال واساس المجال. واللي عنده صاحب جدع يحافظ عليه وما يخسروش لانه لو راح ورب العباد الدنيا ما تعوضهوش. الجديد صيني يابا يا عم الشحات. الصحاب بتاع زمان بتوع زمان كانت ناس 100%. دلوقتي معاك معاك عليك عليك. عاش الملك مات الملك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي صاحبه راجل جدع يسمعنا سقفه. ابو رزق حبيبي عم السيد
اللي مالوش خير في اهله وناسه عمره ما يبقى ليه خير كده فيك، ويبقى خايم بطبعه، ولو زعل منك في يوم يفكر ازاي يأذيك. اللي يبيع اهله وناسه عمره يا عم الشحات ما يشتريك، ولا يوم يصون عشرتك ولا يصعب عليه يجافيك، ويوم ما تغيب عنه بالسنين ورب العباد عمره ما يسأل فيك الخاين. احلى فرو احلى شعلول والحمول اخواتي والوحال. عيش عم الشحات، احنا بنتعالج كل واحد ماشي بشنطة علاجه. اه والله اللي يبيع اهله وناسه واصحابه مش سهل عليه يرميك. اوعاك في يوم يا صاحبي تمشيه ولا تصاحبه ولا يوم يصعب عليك، لانك يوم ما تعمل معاه الخير هتندم لما يعض ايديك. ابو شعلول واخونا احمد كرو كل اخواتي، وهات كراسه وايد وانا بصب عليك يا عم السيد، اسم غالي عليا وانا السيد بصب عليك يا عم السيد. حاضر. قالوا الصحاب انواع والكل نوع شكل ولون، في صاحب يحبك لشخصك ويفديك بعمره وقت اللزوم، وصاحب يحبك كما الاخ ويبقى شيال معاك في اي هموم، وعجبي على صاحب خاين معيوب يحبك علشان البرستين، ويوم ما يجيله الفرصة يبيعك من اجل المصلحة ووقت اللزوم. الصحوبية مسؤولية وانا شايف قدام رجالة 100%. طب لحد هنا الكلام موزون، عشان احنا اللي خرمنا طبقة الايزون. لو صاحبك مظبوط زي حضرتك سمعنا السقفة كده بما يرضي الله. ها حاضر هنية. قالوا الصحاب انواع والكل نوع شكل ولون، في صاحب يحبك لشخصك ويفديك بعمره وقت اللزوم، وصاحب يحبك كما الاخ ويبقى شيال معاك في اي هموم، وعجبي على صاحب يحبك علشان البرستين، ويوم ما يجيله الفرصة يبيعك ويخونك من اجل المصلحة وقت اللزوم. على امان السمع. تحية جميلة باسم عم الحاج عادل الطحاوي وعم الحاج محمد الطحاوي، اللي بيقولوا اولاد نجم العريس واهل العريس، وباسم المحترم الباشا علي سعفان، وباسم اخونا المحترم عم ضياء الرفاعي والاستاذ احمد السيد الطحاوي واحلى ابراهيم عادل الطحاوي والعمده محمود الطحاوي واحلى عم ابراهيم حجاج، وباسم المحترم احلى عم رضا العكراوي، كل اولاد الطحاوي واولاد نجم وعم الحاج عاطف اسماعيل واحلى عم عبوده المحترم بصب عليك يا درس، كل اخواتنا انا بصب عليكم. حاضر. والنبي يا وشا عايزين مولد على الرايق بعد اذنك، امرني.
المشكله بس اخو العروسه وانت طبعا انتوا كلكم اخواتي، وانا عايز اروح من هنا ما حدش زعلان مني والله، ده المطلوب. انتوا اخواتي يابا على دماغي. يا اوشا يلا قولي يا ابو ادم يلا قول، وحياة رسول الله لا تقول مولد ابن عنان، وتصلي على الرسول. وحياة امك لا تفك ايدك وانت قاعد وروح اتمطوح وروح. اول ما كتب القلم كتب القلم
كتب القلم على الله، تاني ما كتب القلم كتب سيدنا محمد رسول الله، ثالث ما كتب القلم كتب القلم وقال الكل فاني ولا يبقى إلا وجه الله. الكلام مظبوط طبعا، أنا أقول اللي كتيره ربنا من الأول للآخر يقول يقف ربع دقيقة لوجه الله. اللي كتيره ربنا، اللي كتيره ربنا، اللي كتيره ربنا يرفع ايده لفوق، يرفع
مصر روق بقى المسرح يا جماعه.